بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخواني المشاهدون، أخواني المستمعون، هذا الأسبوع والتحديد يوم 16 من شهر رمضان سنة 1435 هجرية، ارتحلت إلى الرفيق الأعلى المرحومة الحاجة زينب بن حج عبد الحسين الملاية المعروفة في قريتنا وفي منطقتنا، وكان لها حق التأبين على محبيها، وأنا ولله الحمد منهم. أتمنى أن نقول بعض الكلمات الطيبات في حقها في مجلس تأبين لهذا العام 1442 هجرية، بعد وفاتها لسبع سنوات خلت. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أرخ مؤمنا كأنما أحياه، ومن قرأ تاريخه زاره. هذا التوجيه النبوي، هذا الحديث النبوي الشريف ورد في عدد من مصادر المسلمين. والحاجة المرحومة زينب ملايتنا الفاضلة الكريمة هي من هؤلاء الذين حق لها علينا أن نؤبنها وأن نحيي ذكراها وأن نخلد بعض مناقبها. هناك محاولات سابقة كتبت شيئا من تاريخها، وأظن أنه لم يوفى حقها من سيرتها الذاتية. وكان من أهم ما خفاه الزمن في تلك الفترة قبل سنوات مشروعها الذي تبنته من أجل إدارة عملها في المأتم النسائي التي تديره، مشروعها في النسخ، نسخ المخطوطات. والمخطوط هو ما يكتب حرفا بحرف عن كتاب سابق لنجد في الآخر كتابا أو نسخة أخرى من الكتاب نفسه. مثلا كتاب مقتل الإمام الحسين لأبي مخنع، هذا تداوله النساخ من أهالي النويدرات وغيرهم في هذه البلدة، نسخه أكثر من ناطق. الحاجة الملاية زينب رضوان الله عليها تبنت هذا المشروع لحاجتها في هذا المأتم. مأتمها هي كانت تعتمد في البادئ في البدء على الرجال، كانت تعتمد مثلا على خالها الحاج حسن بن سرحان بن عبد الله بن سرحان وابنه الحاج جعفر وملا مهدي البلادي وحج أحمد بن حبيب وآخرون ولله الحمد. هؤلاء الرجال بدأوا يتناقصون، الزمن يمشي وبدأ عددهم يتناقص شيئا فشيئا. هي فكرت في لحظة من اللحظات أنها تعتمد على ذاتها، وأنتم تعرفون أخواني أن المخطوط هو لب العمل في المآتم النسائية سابقا وما زال، وإن كانت هناك بعض الكتب المطبوعة أضيفت إلى عمل هذا المأتم، مأتم أم حسين وغيرها. لذلك أنا فكرت أن أرد بعض حقها علينا، فكتبت
أفكار تحولت إلى الآن كتيب، أم أتمنى أن يصل إلى مستوى كتيب علمي حول مشروعها في النسخ. وتضمن هذا الكتيب أو هذه الدراسة تتضمن كتابة يعني توثيقية لما فعلته الملاية زينب رضوان الله عليها. تناولت هذه الدراسة مشروع النسخ والعوامل التي دفعتها إلى تبني حركة نسخ نسائية، وهذا عمل انفرادي غير مسبوق ولله الحمد، وهو جدير أن يدرس، أن يوثق، أن يطلع الناس عليه. وأشرنا في هذا الكتيب أيضا إلى بعض المناهج القصيرة التي استخدمناها في دراسة المشروع، وقد اعتمدت الملاية أم حسين رحمها الله على فريق جماعي من النساء، اختارت مجموعة من النساء سواء من القارئات أو من القريبات منها، وكلفتهم بنسخ مجموعة من المخطوطات. ما هو النسخ؟ النسخ كما تقدم، فلان من الناس يسمى ناسخ حين يستخدم الخط أو الكتابة بخط اليد، فينسخ هذا الكتاب وهو مخطوط إلى نسخة ثانية كما هو، حرفا بحرف وكلمة بكلمة، وليضاف على الكتاب نسخة جديدة. بدل ما كان هناك مثلا مقتل الإمام الحسين بخط فلان من الناسخين، إذا كتبه آخرون بخط اليد أضيفت نسخة أخرى لا أكثر ولا أقل. تركز مشروعها على إعادة كتابة المخطوط أو الكتاب المخطوط بخط اليد، وركز على كتابة المخطوط اللي فيه روايات تستثير أو تحيي ذكرى أهل البيت عليهم السلام ومصائبهم. وأضيف في مشروعها في نسخ الكتب أمور لها علاقة بخط وبنسخ الكتاب المخطوط، مثلا تنسخ قصائد العزاء بخط اليد اللي نسميها اللطميات أو الرداديات، وتسمى أحيانا مرادة أو مرادة، أو يسمونها النسوان أمرد. وأيضا من المخطوطات نسخ قصائد المدح الأهازيج، وهي التي تستخدم في أفراح أهل البيت مواليدهم، وتستخدم كذلك أيضا في أفراح المؤمنين كالزواج. من أنواع النسخ أيضا نسخ تصديقات ختم القرآن اللي تستخدم أما في رمضان أو ختم القرآن في ظرف ما، وأحيانا تستخدم في الفواتح سواء كانت نسائية أو كانت رجالية. أيضا من النسخ وهي مرتبطة بالكتاب المخطوط اللي نسميها الحواشي. حواشي يعني عبارة عن زوائد معرفية تطرأ على متملك الكتاب أو ناسخ الكتاب، ويكتب بعض الكلام الزائد في جهة اليمين أو جهة اليسار أو أسفل الصفحة أو أعلى الصفحة، ويكون مثلا يبين فيها أنه تملك الكتاب أو يكتب تاريخ نسخ الكتاب، شيء يعني يتدارك فيه بعض النواقض.
هذا في الحلقة الأولى اللي أشرنا فيها إلى هذه الدراسة. وفي الحلقة الثانية لا تناولنا مجموعة عوامل أثرت في حركة النسخ النسائية اللي قادتها أم حسين رضوان الله عليها. من هذه العوامل طبعا يقتضي الأمر الوقت الآن أن نتكلم بسرعة. من هذه العوامل أن هناك فكرة تبنت إعادة كتابة المخطوط، وكان لهذا هذه الفكرة قائد محفز يشجع هي أم حسين. عامل ثاني أنه كان عندها فريق، عندها مجموعة من البنات أو قارئات المجالس الحسينية، هذا أيضا أبدوا استعدادهم، هذا ساعد على العمل والمضي في المشروع. بعض هؤلاء البنات أو هؤلاء النسوة كنا صغار، ولكن كنا يرغبنا في إثبات وجودهن وترك بصمة من بصمات الخدمة الروحانية لأهل البيت. أيضا من العوامل في ذيك الفترة تناقص عدد الرجال اللي كانوا مهتمين بالنسخ، فأم حسين فكرت لتدارك الأمر في الاستعانة بمجموعة من البنات المحيطات بها. عامل آخر أيضا في ذيك الفترة في حركة انتشار للتعليم في منطقتنا في النويدات. النويدات في القرن الرابع عشر الهجري كان الذين يكتبون بخط اليد قليلون، وأنا طبعا تتبعت هذا العدد وكتبنا دراسة باسم حركة النسخ في النويدات، لكن هؤلاء تناقصوا وبدأ التعليم الرسمي والتعليم العصري شوية وشوية ينمو وشاع. فأرادت أم حسين أن تستفيد من هذه الطاقات في دعم وتعزيز مشروعها في النسخ. المصادر اللي اعتمدناها في جمع المعلومات، أولاً المقربون من الملاية أم حسين، أيضاً ما تم أم حسين فيها في ما تم أم حسين كانت مكتبة صغيرة استفدنا منها أيضاً، بالذات في هاي المخطوطات العشرة اللي ممكن نستعين منها. هاي المخطوطات العشرة تقريبا 10 أو 11 هذولا من المكتبة، وهي من إنجاز فريق العمل النسائي. وأيضا في مقابلات كانت أغلب شيء تكون بيني وبين ابنها الأستاذ حسن، و استخدمنا التصوير الفوتوغرافي أيضا كما ستلاحظون، هذا أيضا علشان الصورة الصامتة أو الصورة المتحركة أبلغ أثر من غيرها، يعني تختصر الصورة، تختصر الهدرة الزايدة والكلام الزايد، مجرد تعرضها تعطيك أفكار، تعطيك معلومات، تعطيك. وأهل المشتغلون الإعلاميون أعرف منا بذلك. كانت هناك أدوات لتوثيق المشروع، منها المقابلات، منها جلسات المناقشة غالبا تكون بيني وبين ابنها الأستاذ حسن، منها طرح الأسئلة أثناء المقابلات، منها تدوين بعض الإجابات اللي أحصلها على أسئلة أنا أثيرها أروح على طول لما أرجع البيت أدونها، أما في ورق وأما في الكمبيوتر مباشرة. ومن الأدوات أيضا ما نسمع ساعات من بعض النساء أنهن قريبات من الملاية أم حسين رحمة الله عليها. المشروع فيما أتصوره أنا لم كن أتابعه، ولما سمعت به تصورته تصورا ذهنيا أن المشروع لكي ينمو لابد أن يبدأ من مرحلة
ويدخل في مرحلة ثانية وثالثة ورابعة ينمو هذا المشروع أو نما هذا المشروع بالفعل فعلا من فكر من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التفكير فيه إلى مرحلة الترتيب والتحضير والتجهيز وإعداد الفريق إلى مرحلة تنفيذ المشروع إلى مرحلة استخدام هذا المشروع في القراءة الحسينية. بالفعل جابوا هذه المخطوطات التي أنجزت بخط اليد، كتبت بخط اليد واستخدمت في هذا المأتم المحترم. نأتي الآن إلى الموضوع الأساسي الذي هو اعتمد له أتم وأنجز مشروع النسخ، وهو فريق العمل. قلنا أن فريق العمل كلهن نسوة، وهذا عمل غير مسبوق والله الحمد، انفردت به الحاج أم حسين وخلدت ذكرها بهذا المشروع القيم. الفريق انقسم لمجموعتين من النساء، فريق اكتفى فقط بالنسخ، يعني ياخذ المخطوط الفلاني ويكتب إعادة كتابة المخطوط من جديد، هذا فريق. وفريق هو ينسخ وهن قارئات في هذا المكتب وبإدارة الحاجة أم حسين. وفي هذه النقطة نتذكر أن أم حسين كانت لا تختار الكتاب عشوائيا، ونتذكر هنا في هذه في مسألة النسخ أن الحاجة الفاضلة أم حسين كانت تلجأ إلى الشيخ منصور للاستشارة وإلى أخيها الحاج مر في اختيار الكتاب الذي يراد أن يكتب من جديد ويستنسخ من جديد. بالتالي هذا واحد. شغلة الميزة الثانية أنها كانت تستخدم الأسلوب الجماعي، فريق عمل يشتغل، وهذا خلاف ما كان عليه حال النسخ في نويرات في القرن الرابع عشر، كان يعتمد كله على الرجال وبمجهود فردي واحد. يعني حجة حسن يكتب مخطوطات معينة، وابن الحج جعفر يكتب مخطوطات معينة، والحج أحمد بن معراج مخطوطات معينة، وغير وجمع من حج عبد الله بن زيد أيضا يكتب مخطوطات معينة، ولكن بمجهود فردي مستقل غير جماعي. الفريق اللي كنا قارئات وناسخات في آن واحد منهن ابنتها منير، أستاذ منير، ومنها بتول ابنة الشيخ منصور العلامة الشيخ منصور رضوان الله عليه يعني. وكان هاتان الناسختان يعني في ذاك الفترة يعني أكثر من 20 سنة تقريبا، يعني كنا صغار في السن ومتدربات على هذه المهمة الجديدة. والحلقة الثالثة من كتيبنا ودراستنا حول مشروع النسخ تناول فريق العمل، وذكرنا فيه أسماء الفريق من النساء المحيطات أو البنات والبنات المحيطات بأم حسين. والفريق هذا انقسم إلى مجموعتين، مجموعة تقوم بالنسخ والقراءة مثل الفاضلة ابنتها الأستاذة منير، والأخت الفاضلة والفاضلة بتول ابنة الشيخ منصور رضوان الله عليه، وكذلك ابنة أخيها حج مرهون بن عبد الله، وهي مريم بنت حج مرهون بن عبد الله، أم عيسى زوجة
حج كاظم بن حج علي بن محمد بن كاظم أبو دهم. وأيضا ممن كانت تزود فريق النسخ بالشعر وبالمدائح هي معصومة ابنة الحج علي بن خميس، وهي أصلا كانت ملاية وفي نفس الوقت شاعرة، ولها ديوان، لها ديوان، أنا اطلعت على ديوانين، واحد في المدائح وواحد في الشعر الرفائي في أهل البيت، وهذا موجود عندنا، هذا مخطوطها أو ديوانها بالضبط في رثاء أهل البيت عليهم السلام. الفريق الثاني وأيضا فيه تاجة ابنة الحج عبد النبي بن مرهم، وأيضا ممن كان يكتب ويزود فريق النسخ الفاضلة فتحية بنت حج عبد الله الخباز أم سوسن زوجة الأستاذ محمد علي خاتم، محمد علي إبراهيم خاتم، وكانت تقوم بنسخ الأهازيج والقصائد وأحيانا بعض قصائد الرثاء، وتزود فريق النسخ ببعض الأهازيج. أما الفريق الثاني فهو فريق قراءة، منهم زينب، منهم عفوا مدينة بنت حج جمعة بن عبد الوهاب، هاي كانت تقرأ زوجة جعفر الفرهود. كيف كان يتم توفير المخطوط أو الكتاب المخطوط في مأتم أم حسين؟ هناك خطوات اتبعتها، خطوات أربعة اتبعتها أم حسين في توفير المخطوط. واحد، كانت تشتري المخطوط، وهذا كان متوفر في مكتبات خاصة، مثلا مكتبة الرجال، مكتبة الشيخ الستري، هذا متوفر في أسواق البحرين، وأحيانا تشتريه من النسخ، من النسخ، وبعض هاي المخطوطات، بعض هاي المخطوطات كانت تبين 70 ربية مثلا، عملة ثمن المخطوط 70 ربية مثلا، أو هذا العمل المنجز مثلا. من الطرق أيضا كانت تستعير المخطوط من فلانة من الناس أو من ذيك الملاية وتستفيد منه ثم تعيده، أو أنها في الخطوة الثالثة، أو أنها تكلف ناسخ مثل ما كلفت الفريق بأن يقوم بنسخ الكتاب. على سبيل المثال تكلف الحاج أحمد المرحوم، حاج أحمد الملك، حاج أحمد بن حبيب بن يوسف. وكانت في خطوة بعد ما صارت الكتب المخطوطة شوية تتراجع وظهر الكمبيوتر، استعانت بزينب ابنة الحاج محمد بن حج علي بن محمد بن كاظم في نسخ أدعية خاصة بها لا للمأتم، وتصوير أوراق وتكبيرها في اهتماماتها الخاصة. متى تم تنفيذ هذا المشروع؟ متى تم تنفيذ هذا المشروع؟ أنا بالضبط للآن لم أصل إلى تحديد زمني دقيق إلى تنفيذ هذا المشروع، لكن هي رضوان الله عليها كانت التجربة هذه موجودة قبل أن تتوفر يمكن بأربع سنين خمس سنين. كان يرتكز عمل الفريق النسائي على اختيار مجموعة كتب مخطوطة تعينها لهم أم حسين، وأم حسين كما سبق وقلنا
تستشير العلامة الشيخ منصور أو تستشير أخوها الحاج مرهون بن عبد الله. وبعد أن يستقر الرأي يسلم هذا الكتاب إلى فريق العمل، إلى الناسخين، ثم يبدأ في إعادة كتابة المخطوط ونسخه بخط اليد. وأظن أن من خلال ما استعراضي هذا القصير الآن للكتيبات اللي قدامي أو للمخطوطات هاي النسائية اللي قدامي، أنها كانت تعطي فلانة مخطوط أو رواية وتكتب حتى تتم. بعد إتمام النسخ يسلم للحاج أم حسين، ثم تكلف إحدى عضوات الفريق العمل أو حتى بناتها بوضعها في مخزون المعتم، ونقصد بالمخزون يعني مكتبتها الخاصة، وهي موجودة أمامنا الحين، وهي اللي قدامنا الآن من مخطوطات هي من تراث ذلك المشروع ومن نواتجه الطيبة، والحمد لله رب العالمين. بقيت آخر نقطة في الكتيب هي تحتاج شوية أن نجمع عنها بعض المعلومات، والحمد لله توفر جزء منها الآن أمامي مجموعة من الكتيبة. الحلقة الرابعة من الكتيب تشمل تطبيقات المشروع، يعني كيف أقنع القارئ، كيف أقنع المستمع المشاهد بشيء لا يراه. على الأقل نأخذ مجموعة صور لبعض الصفحات من هذه الروايات أو هذه الكتب الخطية لنضيفها في المخطوط، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآل محمد، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهداها إلى المرحومة الفاضلة الملاية أم حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.